بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ببداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم السمري العائلي الأدبي التراثي والثقافي والتراثي بشقيه المادي واللا مادي، محسوس ولا محسوس، فإحياء المكانز والبشرية واستشراف الماضي واستقراء الدروس الأدبية ووقفة على مفترق طرق الساحة الثقافية والأدبية، وحتى قاع مثلا استشراف مستقبل الأدب الشعبي الموريتاني باعتبار عن مجلس الظرفاء، مجلس الأدباء ومجلس الموهوبين ومجلس النبهاء النابهين ومجلس البلغاء ومجلس الشعراء إن اقتضى الأمر، باعتباره مرآة تعكس ما توصلت إليه القريحة الشعبية الأدبية الموريتانية. احنا دائما كما طببناكم علينا نجيب لكم مادة جديدة، نجيب لكم وجوه أدبية جديدة به اللي خالق المسائل ما يفرق تاريخهم، الأدب والكرامة والسم به السم لن يفرق تاريخه، عد ما تكتر عد عادي حي يعود اللالاك اللي قال نزار قباني زيديني موتا على الموت إذا يقتلوني يحييني، وكيف ذاك اللي قال حدنا الموريتانيا اللي ترياعك كان زاد يقتل منه داويني، والله قتليني كان زاد من قتيلك يحييني. إحياء للتراث وقتلا للسم واستشرافا للماضي ومتابعة وسيرا وسرورة في النسق والوتيره العاليه اللي مشاو عليها اباتنا واجدادنا من 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 مجازات المحسن عليه احسانه ومكافاته على ذاك اللي عدل مشي صالح، الى ان كافؤوا الليله تجربتين متفردتين قطريناهم في تجلي من تجليات شاعر التوحيد، وقطريناهم والله شفتوهم في تجلي من تجليات مقاربه ادبيه جديده تمثلت في المسابقه الرمضانيه اللي عدلت في رمضان الفايت اللي هي بداع جين. وبذاك لاهي نستضيف لكم لاول مره في مجلس الظرفاء يسلموا المبارك فال، وهو تجربه ادبيه مرموقه قطنا حكاله الغناهون هو ما هو حاضر به الغناه مرفود، ومن الغريب الامر عن رغم صغر سنه ورغم مثلا الظرافه واللباقه والرشاقه والاناقه ذا الامتداد الكبير اللي مشى من هون لين طار ذهابا وايابا، ومشى من هون لين سينيغار ذهابا وايابا، قطع البحر الاخضر وجهون وتخلط مع قدر من الوديان وعام ياسر من البحور الشعريه، وتخلط مع ياسر من تيف الواتن، وتخلط مع ياسر من المعاني وياسر من الجناسات وياسر من اللف والنشر اللي هو التروسي، وياسر من الفسيفساء والبلاغة والمحسنات والألفاظ اللي فصل الحقيقة هاي التجربة الشعرية الغنية اللي تقدر تعود ما هي طويلة يا غير عريضة وبالغة الحطبة ونازلة بركتها بإذن الله تعالى. هاي الوجوه الأدبية هي اللي مفصول فنها تنعرف، مفصول فنها تنشاف، مفصول فنها تنسمع، مفصول فنها تشجع، به اللي احنا حد فات خلق ونزرق حواله وفات عاد معروف لعلي جباط احنا ذاك اللي متباركين معاه، هذا الجيل الجديد اللي فصل الحقيقه فوجه عاديات العولمه وفوجه عصر السرعه وفوجه الانحطاط وفوجه تسارع وتيره الانحلال الخلقي وذوبان في الاخر، انت مو مانا عالمين لين ذا هما احنا بحلتنا في العولمه وبفريقنا في العولمه وبمحضرتنا في العولمه وبقندايتنا في العولمه، كل حد منها امير وكل حد منها سلطان وكل حد منها فتاه وكل حد منها شيخ وشرنيخ. هذه هي موريتان اللي متوثبه، موريتان المتجدده، موريتان المتحرره، موريتان اللي رغم انها شاهد القاصي والداني على انها ديمقراطيه وعلى انها عادله وعلى انها دوله قانون، ما قد تملي تجرفها العاطفه الجياشه نحو تسارع العولمه
وتيرتها الضوئية وأبعادها ثلاثية بهش دي على أنها يكون تم هي القيم وهي الأخلاق وهي الحضور وهي الشنقيط وهي المنارة وهي الرباط وهي الماندينغ وهي العروبة وهي النهر وهي الجبل وهي السهل وهي الواد وهي السماء وهي التراب وهي العاطفة الشياشة. هذه التجارب كاملة في بلد لخصها هذا جيل الشباب اللي قبال الشعلة، وعندنا احنا هذا اللي 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 مثلا قايلين عنا مهتمين بالرواية، صدورنا مفتوحة ومتموكين على مستقبل القصيدة الشعبية بأيدينا. تحية كبيرة لهذه التجربة المتميزة بإذن الله تعالى، ولا يتعرفوا عني اللي قلت كامل عنه لا غيض من فيض في حقها اللي هو يسلم والمبارك فيه. الله يحييك. شو حال يا قلبها؟ يا مرحبا. الخير. ماك صحة. برنامج ما شاء الله اللي أكثر من رائع. صباح الخير. ما كنا نصيب عنه ولا كان نصيب عنه الساحة. جزاكم الله خير. أهلا بك أصلا، مرحبا وسهلا. جزاكم الله خير. وفي نفس المقابل وفي نفس الوجه الثاني من عملة الثقافة الشعبية، لأن نستضيف لكم الليلة أول مرة في مجلس الظرفاء تجربة تميزت بكبر المعاني ونبل المقاصد وإحياء جانب كبير من ثقافة مجازات المحسن عليه السلام، اللي هو التكريم واللي هو التبجيل. مولانا كرم بني آدم ورفدهم في البر والبحر وفضلهم على ياسر من خالق مولانا، وياسر عند اللي خلق ياسر وخلق ابو ياسر وام ياسر وكل شيء من ياسر، معناه انه ياسر به اللي ياسر من ياسر ياسر. وفي الحقيقة هاي التجربة اللي تميزت بكبر المقاصد كما قلت، في نفس الوقت عاد معها كبر المقاصد عاد معها كبر البتوتة، جيد انتاجه كامل في البت الكبير، والخوض في البت الكبير وغمارة البت الكبير ومعاني البت الكبير وسمفونية وإيقاعات وموسيقية وازاي البت الكبير اللي مستنبطة من 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 وسع المخيلة الموريتانية، مخيلة الموريتانية اللي شطرنجها 42 وشطرنج الناس الأخرى لا 20. هاي المخيلة الشعبية ذائقتها الجمعية، مكاتب الناس الأخرى مكاتب والله مكتباتها مداشرها اللي كانت دور خلافة وكانت عواصم حضارات كانت تحتضنها جدران، هذه مكتباتها كانت متنقلة، كانت على ظهور العيس، كانت تحت خيام الصوف، كانت تتنقل ظهر الكلى والعشب، غير هي جوامع متنقلة في بادية، هم الناس تنقل الحضارة للمدينة وهم عدلوا الحضارة في البادية. هذا ما فيه مكابرة ولا فيه مزايدة ولا فيه مناقصة، شاهد عليه القاصي والداني وهو اللي قال فيه البونة ونحن ركب من الأشراف منتظم أجل العصر قدرا دون أدنانا قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة فيها نبين دين الله تبيانا. هاي التجربة اللي قلنا عنها تميزت بكبر المقاصد وكبر البتوتة وكبر الغرض المتناول، تميزت بها تجربة مميزة عرفتها وسائل التواصل الاجتماعي وعرفتها الذائقة الجمعية الشبابية والساحة الثقافية بالناس الكبار. الناس الكبار هو عبد الله والباب، ونادر اليوم حد يقد يسكر لقب وتمشيله به الذائقة الجمعية يكون معناه انه حق به اللي خالق شيء من لقنا يعود ينقاله بوار ويقيه لا بداله مولاه يعود معاه اياك يشرحه، وخالق شيء من الالقاب وشي من النياشين وشي من الاساطير لا بداله من كهنوت ولا بداله من شعوذة تمشي معاه اياك تجدو على حد ما ولا يجد عليه الايام دون الاخرة. غير بعد انتم مبارك دور ان شاء الله باذن الله تعالى تقطعوا الشك باليقين وتعرفوا عنا استضفنا لكم الناس الكبار. بغيت تشحاله مرحبتي ما شاء الله. الحمد لله تبارك الله.
ياك صحة. الله يبارك فيك. ياكم وفالك ما قد حسيت بشيء. الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. أنا سعيد بإجباري معاكم. مو لا بدا لي من نقول شيء يتكاتف كاع شوشي، الناس الزمن تصاول بقواشيشة وتقول كاع اللي ما بقواشيشة تسوق عليه معنا أنا اللي بقواشيشة، وعادوا الشعراء يقول لك البوح والبوح والبوح وشي من وقاع خالق شي ما عينه في البوح. هو عن التجارب الشبابية اللي رواها فصل الحقيقة ظهور ما يفقع حد به اللي هي الشمس إلى ظليت أف 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 لا تطفيها والله ما لا تطفي والبحر والله إلى ظليت متبارك معاه بالكيسان وبالسيترنات ما نقل قد تجفوا والجبال والله إلى ظليت تطاول معهم ما نقل تعود أطول منهم والتراب ملي والله إلى ظليت تحفى وتنبلي انت مانك لا يتلحق بالمنوح شقال قاع لا يتلحق بالمنين لا يتعود تعاند قدرة مولانا اللي ظاهر لا يظهر واللي طامس لا يطمس وخير حد يتابق ذيك الناس اللي ظاهرة وظاهرها مولانا ولا يعود قاع مطمصها قال سدهم رجرتو أصحاب كان صحبت الخيار يوكل صحبتهم لا تطلص ورع عمل لرلال للجيار صحبتهم تحدر وطمص انا اختي نعود اللام عن النجوم ياك تمر وعليه ذاك صحيح ذاك هو اللي ذاك هو اللي يلا ايوا باش لا يتشرمش لهم الليله انا ذاك اللي فيه كالبت الكبير وفيها طار وفيه اول مره نسمع غزل من البت الكبير والله عندي رغم اني قد سمعت لهنا هم لا بدا مستثنى شوي كيف ابو سيف يا ناس خليته ما علمتو جراد عاد كل نهار حال بالزرع الخريف ذات عليكم ما سوحلتوا اللي منكم ما ماتوا تجع وخلاكم بعزيز لين متوا اللي منكم ما ماتوا تجع والخريفات اللي ما سوحلتوا بسم الله طالعين طلع وكلكم قاعد عليها لا منتوا والمنتر قاعد عليها لا تقطع وقولوا له عنه صرتوا الى عاده من عمل الفيل ورجل من السبع عندنا نجو نجو الكاش ولا عاده من عمل الفيل ولا عاده عندنا نجو نجو ولا بقى يموت ولا بقى يموت ما في شوي قد يعود شوي منه بسم الله الرحمن الرحيم. بالوضح يا حاجه اللي حد من الشباب والله خطار ولدي والله زميلي خطار ولدي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. انا شاكرك على هذا البرنامج حتى والله ما شاء الله اكثر من رائع. جزاك الله خير. احنا كنا متابعينك في القربه ولو عادي ما شاء الله. وقضيه الغزل في البيت الكبير اللي انا حاول عندي ذاك النص وعندي فيه نص ثاني قاعد ان شاء الله نحكي لكم. والله الله يسبك يا طار. الله طار يقول تباتي البال تبكي على طار وطل تبكي على طار في النهار ما فتي البال حكيت الاخبار متوحشه طار يكفيك باسو تترك على الجمر عدت النار وطار بعد متحدي الناس مصاب البال لا عليه هد وتوحش وطار من الوقت ساس ويقرا انا ما قد شفت حد وحش بلد ما قد قاس يا الله لي مزيان يا غير انا ما قد شفت حد يتوحش بلد ما قد قاس والله يا الله لي مزيان حق الله علي تباتي راهو دائما يسوون حد يقول انت تقول علي به اللي ما ينعل ما يسمع كل شيء علو جبار تكون لغنى تباتي البال تفكي على طار وطول تفكي على طار في النهار ما فتي البال حكيت الاخبار متوحشه طار يكفيك باس وتتروك على الجمر عدت النار وطار بعد متعدلي الناس حق بعد ومصاب البال اللي عليه هد وتوحشوا طاه من الوقت ساس في غرانا ما قد شفت حد يتوحش بلد ما قد قاس الله لي مزيان يا الله لي مزيان غرانا ما قد شفت حد يتوحش بلد ما قد قاس يا الله لي مزيان اللي فقدني بقول تمنادم تشباش الحد اللي اخترت حذايا يشمل يبارك وشبشت ما بتدرت كراعي فوق العالم لا اله الا الله شباش الحد اللي اخترت حذايا جمل يبارك وشبشته ما بدرت راعي فوق الحارك وتوحش تقعد توحشي ما قد شفته الله لي مزيان هاي تعرف هذا هو الافتراض هذا هو ادخال المفاهيم الشعريه الجديده وتناسقها مع ذا اللي يعيش الاديب في حياته اليوميه من العالم الافتراضي يفترض عنه قد قاس طار ويفترض مع ان تعداله لا طار ما هو افتراضي به اللي ما هو طاري الله لا هو جديد فطار فيه اللي اطار فيه اللي قد يغنى عليه والله وفيه اللي قد في كل شيء باط منه لا من التصوف ولا من المجاز ولا من الحقيقه ولا من الواقع فيه كما قلت اللي غنى عليه هذا ما يقتل فيه سن يلا لي مزيان لا نحكي لك النص الثاني للغزل حتى والله يقول انت يا لله مطرمه ومقلل الكلام
ولا من يرسل لك حد فوق ما تقرايه يكون يلاع طعام ولا تجاوبه يكون بكلمات قلال. كيف تشي كلامك تبيعيه في الصام الله تكيليه في مكيال مكيال تمي تبسمي شوي هاي من دوام التطراه ما يرث كون لك حال. صرتك بعد نهارك جايك تبسام بدني ذاك النهار نعدل احتفال وطيح السمع على التراء ونعدل اغام ونقبال هول من كار لين عضال غير كانت تخير فيك لا تطرام لا تحكي عن ذاك الشكال. لا تطرام لا تحكي عن ذاك الشكال لا تضيعي وحدين لا تخسري خيام وحدين راهم عارك ساكنات بالفارب وحوزهم ذاك العلاقات العظام ياسر ما هو قاعد ينقال وتقاحسل هي بذاك من التقدام شورنا بالفال ومن عست اشكال تيسير بالفال وكل مرة الطمام علينا وعست اشبارنا العاد قال انت الشايف علينا يعطي الكارك اشدام خاطر الصيد وطار حاله البار صرتك بعد ما يبقوه العليات صرتك زاد ما يشتغل في السنغال ولا هو اخور ولا هو داير بصرات بلا اسمه السود مبارك يا بابي مزيون يا بابي مزيون ها غرض جديد تماما ها انا يفقدني تريد جمال الحسن رحمه الله عليه صرت الكرز هذيك الليل اللي صرت كذا فتحت بوتيك حنا يا باه ما يشري من عندك حد كذا ولا كذا ولا كذا ما هذا تشك انه موازيه من الادب العربي المقامات غير المقامات مسجوعه ولا هي ولا هي مقدوعه ولا هي مبدوعه بينما هذا هذا غريب هذا غريب تمشي لبت تي لله مطرم ومقلل الكلام ولا من يرسل لك حد فوكار ما تقرايه يكون لا طعام ولا تجاوبه يكون بكلمات قلال كيف تشي كلامك تبيعيه في الصام والله تكيليه مكيال مكيال. الصام للي ما يعرف الصام احنا هذول اللي قط جاوا علينا الثمانينات هم في الواكشوط الصام هو تلك الصغار ما اعرف كانوا لا يعدوا كانوا يعرفوا شين قالوا الصيمان كانوا يعدوا لباط قط قال لنا عن يعود 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 البوزات يعود عندهم شيء ينباع في الكيل وشيء في الليبر وشيء في الربع وشيء يعود مطرح لزر في السلاريخ وفي الشمال هو اللي يقول له الصيمان اوني فضل مثلا يعاون في التوابل كسكس وذيك المراد يعاون في شمن تعداله المواد الاخرى او شمن الناس كاع اللي عنده الفاقه واجعه يعود كاع هو مثلا معاشه لا مطرنا انت لله مطرم ومقلل الكلام ولا من يرسل لك حد فوكال ما تقرايه يكون لا طعام لا تجاوبيه يكون بكلمات قلال. كيف تشي كلامك تبيعيه في الصام الله تكيليه مكيال مكيال تمي تبسمي شوي هاي من دوام التطرام ما يرث يكون لك حال. وصرتك بعد نهارك جايك تبسام اذا ذاك النهار يعدل احتفال وتطيح السمع على التراب يعدل اغام وينقبض هول من كر لين عوال غير قاعد تخير فيك لا تطرام لا تحكي عن ذاك الشكال لا تضيعي وحدين ولا تخسري خيام وحدين راه مالك ساكنات بالفال وحوز من ذاك العليات العوام ويخلق ياسر ما هو قاعد ينقال وتقاحسر هي بذاك من التقدام شورنا بالفال ومن عست اشكال تيسير بالفال وكل امور الطمام علينا واستجبارنا العاد قال انت شايف علينا اعطي الكارك جدام خاطر الصيد طار حاله البال صرتك بعد ما يبغوه العليات صرتك زاد ما يشتغل في السنغال لا هو اخور لا هو داير بصرات ولا اسمه اسم المبارك يا الله يا مزيان يا الله يا مزيان يا الله يا مزيان يا الله يا مزيان صرتك يا زين لا اله الا الله مزيان هذا فتبارك الله ما شاء الله يهز الصدر ويرفه عن النفس على ان الحمد لله اللي كنا متباركين معاه متباركه مع الناس سابقه انه شاب ضمرته انه ما خابت فيه الرجاء وانه الحمد لله على السكه سكه صحيحه وعلى انه توف يا الله تنزيدوا في اللي متباركين معاه به اللي هذا هو تراثنا وهذا هو ثقافتنا هذا الطفل هاي الصب اللي قال من الغزل هو لا بد نتكلم شوي عن رواية تقابع على الناس ناس مات ما هي فصالة حتى بين الكرزة والصبة والتهيدينة التهيدينة تنقال رجل قائد عسكري جاي منتصر ملحمة من الملاحم لا يتلقى ولي قاون برهاج من الانشادات ولا هي يعود كانت عاقبال عقدة الجندية وعقدة القتال والدم ونيتوف واشمامير والخطا والعيب والتبربير وعاقبالو تو معركة حقيقية لا هي يطرس عليه يقام الرهج من التهيدين يلين ينقبض منه اللي جايب ولين ملي حاجلكم ان كان رقا جاي من طريق نواذيبو عاقبالو تو تعود كان ماشي 200 لين تري يدخل الدشرة يا الله يتم يرخي يمشي 100 ويمشي 80 ويمشي 40 ويمشي 50
ويمشي 30 لين يحس انه دخل الدشرة، نفس هم اللي كانوا هم يعدروا له يهدنوه، وهذا هو المشتقة منه مادة هدنة عند ابن منظور، اللي هي ما يقولوا التهذيب بلي تهذيب بلي شاش رسقة، غير التهدان لا الفحل والله 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 للجري والله لما دفيني جات والله مات الروس ومات اللي وساد واك تسادي بلي ذاك نبتولين يهدن يهدن الحال اللي نعود عاد رقاش معاه اللقاء ومعاه الكلام ويلقى له بذاك بذاك اللي نبت، هذا هو التهديد، هذا هو التهديد. بينما الكرزه صيغتها شوردي مدح النبي صلى الله عليه وسلم والهامات السامقه في العلم والهامات السامقه في التصوف والهامات السامقه في الاخلاق والقيم، وذاك النوع من المراد اللي جيته جيت القلم وجيت اللوح وجيت المحضره، هذه هي اللي قالها الكرزه. بينما الصبه تقدر تعود من الشكر وتقدر تعود من المدح وتقدر تعود من الهجاء وتقدر تعود من 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 من, من الغزل، غير بعد الكرزه وتهيدينا متخصصات في هذا هو التخصص. هذه الصبه اللي قال الطفل فصل حقيقه هي الحسانيه زينة حاوته وفيها العتنة هذه بالفال اللي تكررت مرات وفيها قدر من القيم والأخلاق الفاضلة اللي ما قد شفناه كون في الأحلام، نطرع لك كذاش اللي ما قد شفناه كون في الأحلام كون في الخيال، ذاك زين حتى وفيها هي ملحمة ثقافية فيها زوان من كر إلى عضال، واضح أن مولاها يعرف عن البتيت عنه فيها عضال وفي بيقي متفاصله له فيها الرؤيه وعنه في منجل باعتبار الجانب البيضاء والجانب الكحل والجانب القنيديه ما متقابع لهذا، متفاصل عن كر سويل عاد التماس وسويل عاد كر ثاني انه كر، وبالتالي مولاها قطعا عنه متفرسن في الالهيه اللي لا يقول، وبالتالي ما وحتى بعض اللقطات الشعبيه أكد فيها عنه أديب شعبي حق بنهاية الصامية، وهذا الصام حتى مولي لما اللي نور شوية على أنه قد يعود الله متخلط مع تبوتي قهاك شوي والله فتح وتالي متالي تقلع عنا قاع صاحب صبب المارة قلع رصين ومحترف وما فيه مونتاج ولا فيه نوار بالنسبة للفنيين، واضح أعطى صورة ما هي مرتبكة ومشرقة ما فيها التعسف ولا فيها الابتذال، إلين قال أن الرواية كاملة قاع قال تبق إلين جاب أن أربعة تيف الواتن من الصب ما يعود ببصراته وكيف كذا ولا يعود كذا في الكحال ولا يعود اسمه ويسلم المبارك فال فصل حقيقة إبداع مميز إلى أقصى درجة مميز. ايه استاذ الناس الكبار كيف الحال؟ اهلا بيك ان شاء الله ياك لباس تبارك يا الله الحمد لله ما شاء الله ياك الصحة انت يسلم هذا يبان كي تشيل هي يبان ما شاء الله ما قد اشاره في المجال الله يحفظك ايوه شلايت انا خير اللي لهي نبدا لكم به نص مديحي حق لا قد زاد يجيك حد الصوم من الناس اللي تصاور بقواشيشها على فيسبوك ولا على الامارات ما قد يجوك على ما تحرصون انا قاعد يجوا الناس على ما تحرصون لقى عليك الحجه تخطى عليك يجوه شوف ما هي علته والنص من المديح نختار نعود هو واللي بادئ به والله يقول يا رسول المديح يبان يا رسول المديح يبان ابو عمران الله يا رسول المديح يبان فات قالوا فيه الشعر ياسر جرى كيف تحسان وكيف زاد الشعر الاخر ياسر جرى كيف تحسان وكيف زاد الشعر الاخر ايوه غير ذاك من الشعر قال ما اجمع من مدحك مثقال ما اجمع لك ذاك الجمال ولا اجمع لك ذيك النظره ولا اوصف لك حلمك وش قال قاع يوصف ذيك الشعره ولا اوصف الاقوال والافعال يا رسول في وصفه واحرى قاع يوصف الاخلاق اموال ذاك ما تعايد عبره اح الله يبارك ما تقد الشعار بحالته وتوصف منك شعره بيك كثره بعض الخصال وبيك لله زين النصره وبيك بعض التعطيس وزال وجدع هو العشرة ما تراعي في المال المال ما يسوي عندك بعر يلا لي ما تراعي في المال المال ما يسوي عندك بعر الزين اللي فيه يبتي في الوقت نارك سنتين الزين اللي فيه مع أنك ما زويت بعمران
هو ترى ابو عمران يمشي يقيس حقوق الانسان يشكين واحدين من المغنيين يعذبوه ويقول يقول اخر الاسلام يدخلوا زنزانه ويسكنوا باصوات ويطوفيات لولي كانوا عن تركته نواكشوطون ويعذبوه ويطرحوه بالبط يقول يقول اخر الاسلام لن يبقى الشيقو الشيقو ودموع وسرايح به ذمن التزويه يا كذا ويا كذا هذا كارك هو ابو عمران يلا لي مزيان ما تراعي في المال المال ما يسوي عندك بعرة يا رسول وزحت الضلال يا رسول وزحت الشفرة وكان قتل البنات حلال عاد عين مولي حمرة وكان خاسر ياسر وانزال كامل وما أعلن أجره وجبت دين الحق الزلال وجبت زاد مولي سطرة من كلام الحق الجلال عادت إن نحن فخرة صالحة ذي الدار والأحوال وذي الدار مولي الأخرى يا رسول دار مولي الأخرى يا الله لنزين مديح يبان فات قالوا فيه الشعرة ياسر جرى كيف تحسان وكيف زاد الشعرة الأخرى يا الله لنزين علولي ما قدوا يكون علولي أنت سمعوا الناس من جديد يا رسول المديح يبان فات قالوا فيه الشعرة ياسر جرى كيف تحسان وكيف زاد الشعرة الأخرى حق بعد غير ذاك من الشعر قال ما أجمع من مدحك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما أجمع لك ذاك الجمال ولا أجمع لك ذيك النظرة ولا أوصف لك حلمك وش قال قاعد يوصف ذيك الشعرة ولا الشعرة ولا أوصف لك الأقوال والأفعال يا رسول في وصفه وحرق قاعد يوصف الأخلاق أما ذاك ما تعايد عبره يا الله لي مزين ذا الله ما تقد الشعار بحالته وتوصف منك شعر بيك كثرة بعض الخصال وبيك لله زين النصرة وبيك باطل تعطي زوزال وجدع وهو والعشرة ما تراعي في المال المال ما يسوي عندك بعض عندك بعض يا الله لمزين يا رسول وزحت الضلال يا رسول وزحت الشفرة وكان قتل البنات حلال عاد عين ملي حمرة عين ملي حمرة وكان خاسر ياسر وانزال كامل وما أعلن أجره وجبت دين الحق الزلال وجبت زاد مولي سطرة من كلام الحق الجلال عادت إن نحن فخرة صالحة ذي الدار والأحوال وذي الدار مولي الأخرى يا رسول صالحة الدار والأحوال وذي الدار مولي الأخرى صرتك للعاتب أبو عمران مولي بتوت رعتنا اللي ما هو كل حد يقدر يطرح كراعه فيه اللي مولته تعرف ضربه دان 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 فاعلات فاعلون فاعلون فاعلات فاعلون فاعلون وتعرف من بتوته زينين حق حق هو مقبول منه من بير الترول من بير الترول هي مريميدة من ترواكدي وهو هذا من بير الترول بير الترول واللي قال فيه مزيان الصافي انا ينع وجهك لعاد مو شينع غارض تماثل مهينة علان بتدفي حباية يمشي حمامي تتبيدع قمرية في لون بكراية ومزين لجاتكم في سلف حجبتها في شولاية فوق غيوز يتعطف مغير جمال لحواية فوق غيوز يتعطف مغير جمال لحواية ضربته معمول اشتقى من هذه الضربة اللي ذنبتها وذي اللي قال فيه ما يقدر قال به الزين ونزين اللي قط قال فيه بالرداء يا رب ارحمي الرحيم شيخ راحم بعيالك كان ما يجلش مسلم وكريم وراسخين في قلب الايمان فرداءية مشهودة ومعروفة لدندني للشيخ الحو محمد محمود مرضية طويلة بعض مثلا يطيق المقام بارك عن حصرها غير بعد لين شينا المدح رسول صلى الله عليه وسلم ما قد يكون سمعكم هو شيء قالوا قط قال واحد يقول له هو شاعر النصرة واعتز به اختيار عن ياسر بن القار يقول شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طرحات الشكر تفاتنه تحت أقدامه واطياته تمجادلتي في الواتنه وبياته وانشداته رسول الله طرحات الشكر تفاتنه تحت أقدامه واطياته تمجادلتي في الواتنه وبياته وانشداته رسول الله صمامته صميم الشكر وقامته قام للشكر وهامته مجموع الشكر بذاته وبصفاته علامته مجموع الشكر الواته منارته نوارته حضارته ومنارتنا منارته ونوارتنا نوارته وكلا معجزاته واخبط في العيب عمارته وهدم جملة شاراته وشكره حاي شكارته وشكارت غيره
مات وطرحات الشكر تبات تحت أقدامه وطياته تمجاد التفروات وبياته وانشداته وكفاه الله اللي يستهز به ونصر لاكله للعقول ظهر لين بهرهم في الكون آيات وشاني ولبتر بيه جهروله بسو حياته عادت مماته لين دهره في حفرة ويلاته طرحات شكر تفاتم تحت أقدامه وطياته تمجاد التفروات وبياته وانشداته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله عليه وسلم على سيد المسلمين ايوه يسلم ايش طاري؟ ما شاء الله لا نقول لكم انا زين نبدا لكم زين هون ب شي متخرميز هون بالتوسل الله. ان شاء الله والله والله ها هو خير التخرميز يا الله يا الله يا مالك الكون بعنان ومخلق الانس ومخلق الجان مالك الزمان ومالك المكان وتوخى ضيق داخل الضيق يا الله يا مالك الكون بعنان ومخلق الانس ومخلق الجان مالك الزمان ومالك المكان وتوخى ضيق داخل الضيق يا الله الواجب بيك لما نبن بيك وجبت لما في الطريق ندور تفتح لي في الربيبان الارزاق الانسان طبعه تميليك الله لي مزيان ندور الاخلاق ندور الاحسان ندور الخير اللي شريريك ندور الإيمان ندور الأمان انت مجابر من فريق لفريق وندور نكبر وندور نمتان معناه نمتان عودا وسيك وندور في الدنيا اللي زيدان في الخير ما تلي تحامل الديليك وندوراك زيزي من الحيوان يعود عندي وندور بوتيك وندور عقليف وندور نيسان ما باطنة ملك حمار في السيق وندور ياسر من الخير اللي قران الدهن والتمار واللحام والزريق ندور عكة ندور قرطان ندور شحب ندور شدقيق ندور شمجاحد ولسان ما فت قلت ما قلت به قيق يا ربي الله حشاك ما خفاك ذر به قلت قيق وما قلت قيق ما خفاك زاد والله حشاك ما خفاك شي ثقيل ولا خفاك شي ذبيك يا الله هذه مزيان زياد نال الله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل ها ما يقدين قال ها ما يقدين قال بيزا اللي ذا حسبي جال حسيب حسبنا وترك خايفين من العين يا الله يا مالك الكون بعنان ومخلق الانس ومخلق الجان مالك الزمان ومالك المكان وتوخى الضيق داخل الضيق يا الله الواجب بيك لما نبن بيك وجبت لما في الطريق ندور تفتح لي في الربيبان الارزاق الانسان طبعه تميليك ندور الاخلاق ندور الاحسان ندور الخير اللي شريريك ندور الايمان ندور الامان انت مجابر من فريق لفريق وندور نكبر وندور نمتان معناه نمتان عودا وسيق وندور نغلاظ اخلاق قمان وحدين ما نعود من الخلق الرقيق ندور في الدنيا اللي زيدان في الخير ما تلي تحامل الديليك وندوراك زيزي من الحيوان يعود عندي وندور بوتيك وندور عقليف وندور نيسان مباطنة ملك حمار في السيق وندور ياسم الخيل اللي قران الدهن والتمر واللحم والزريق وندور عك وندور قرطان وندور شحب وندور شي دقيق وندور شون جاحد بلسان ما فت قلته دور شحب وندور شي دقيق شي دقيق وندور شون جاحد بلسان ما فت قلته ما قلت به دقيق يا غري الله حشاك ما خفاك تربيه قلت دقيق ما قلت دقيق ما خفاك زاد الله حشاك ما خفاك شي ثقيل ولا خفاك شي دقيق نال الله وإنا إليه هات في الظاهر حسبنا الله ونعم الوكيل نال الله وإنا إليه راجعون هذه الحسانية شون عدا وسيق أو سيق ما هو كل حد يقدر يستهدى عليه أو سيق أو سيق وعواسيق هذا حد يعرفها في الزمن جيد أنا بعد يخلعني وش ندور شي حب ندور شي دقيق نال الله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل ما يقدر ينقال به زين هذا ما يقدر ينقال به زين هو وطلبت مولانا اللي مولاها يعرف عنها هي مفتاح كل شيء وهي كود سكري السعادة وهي مفاتيح كل شيء اللي حق المفاتيح اللي حق اللي ما يولوا اللي ما هم عند حد ما هم مولانا جل جلاله وعظم كمال هون ما قدموا لي يكون يشارك معكم في قال واحد ما عندي كون انت يا الله ما عندي كون انت يا الله وهو وهك علي له همي ما عندي تولاه من اليوم الفاصلي سنت كون انت همي ما عندي يتولاه هم ما عندي كون انت يا الله وهو وهك علي له همي ما عندي تولاه من اليوم الفاصلي سنت كون انت والله وت الله ما عندي كون انت كنت وصرت
وما زلت له نتمونك إذا أحسنت ونتمونك إذا يلي له مسني الضر أمنت لا تترك عبدك حطاما لطفك ما نقبل دفنت به تولي همية من لا إله إلا أنت ما عندي كون أنت الله يسلمك الله ما عندي كون أنت يا الله هو وهك وهك علي لا همي ما عندي تولى من اليوم الفصل سنتكون أنت والله وتالله ما عندي كون أنت كنت وصرت وما زلت له نتمونك إذا أحسنت ونتمونك إذا يلي له مسني الضر أمنت لا تترك عبدك حطاما لطفك ما نقبل دفنت به تولى همي يا من لا إله إلا أنت ما عندي كنت حي طلع ما زين عندي منها بعد من شي قط قلت وانا ما هو صاحبتها من اليوم ألا نتحرك من اليوم ألا نتحرك وانت عبد تحرك يراك من اليوم ألا نتحرك وانت عبد تحرك يراك ويسيد ويمتان ويبراك نسلا ومالا وخيرا حنويت الخاطيك في الاشراك مولاها يصبح حقيرا حنويت الخاطيك في الاشراك مولاها يصبح حقيرا ظني بك خيرا إني إليك عبدا فقيرا وانت عند حسن ظني عبدك إن ظن خيرا الله 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 أنا قاعد أقول ما تليت مقد نحكي ما باقي شيء ما قد تحكيت بارك الله لا يقربطنا عيد الله يقربطنا عيد الله يقربطنا عيد ثم تخاف من مولانا بارك الله حسن أو تركيز بارك الله بتفتين فيهم عقاربة تيف الواتن واللي يقولوا منهم عقاربهم واللي وحمرهم فتين فيهم عقارب تيف الواتن وحمرهم تبارك الله ما شاء الله بسم الله لا هي نحكي نص مديحي ولا ينتلب له نص في المدح والله ذاك زين عندي زين عندي التفصيل بين المديح والمدح بين المديح اللي تنقال معناها انه النبي صلى الله عليه وسلم حق. والمدح اللي تنقال معناها عن الناس اللي متبعه سنه النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. والناس اللي تحيي القيم انما بعثت لي وتيم مكارم الاخلاق والناس اللي فيها مكارم الاخلاق يلا تنشكر يلا تبين للناس ويلا تنبه ويلا تنفق ويلا تعنب عن الناس شوي وتشعمد عنها وتشعمد إلى تنتع به اللي هي أمثلة للناس وبه اللي هي مفاتيح للخير وبه اللي وراثة الله في الأرض وحامل الأمانة حق حق إيش حالة؟ لين سبق نص المديحي هي والله في البتيت يقول محمد مارقه الحفين بغوه لاهي قدام وبه المستوجبها عليه الصلاة والسلام المستوجبها عليه الصلاة والسلام محمد مارقه الحفين بغوه لاهي قدام وبيه المستوجبها عليه الصلاة والسلام محمد خاتم الأنبيين وإمام الرسل وجاب الدين وأخلاق وزينين ولا زين على ولاد بالسلام وكون يحس وينعت الاثنين عزة محمد وإكرام ينعت الاثنين عزة محمد وإكرام والله أبو الله وأخلاق زينين ولا زين على ولاد بإسلام وكون يحس وينعت الاثنين عزة محمد وكرام به اللي جاب النور لين الكفر العم ظلام وفذاك جرح ما هي مين أقدامه مزين قدامه قضاتها لي أقدامه مزين قدامه سكيم كون يحس وينعت الاثنين عزة محمد وكرام به اللي جاب النور لين الكفر العم ظلام وفذاك جرح ما هي مين أقدامه مزين قدامه قضات ليالي افتبين الحق وقضات أيامه وعرفنا دين عرفنا بين حلاله هو وحرامه والشفيع في الآدميين يوم القيامة لقام لكن لا محمد مزين وفقت الشدة برامه معناها بعد المسلمين على بغيه ما يلتام محمد ما لقه الحفين بغوه ولا يقدام به المستوجبها عليه الصلاة والسلام يا ضاري نسيان هذا قال صاحبكم اللي يقولوا لهما شاعر رسول الله يقولوا شاعر النصرة قال رسول الله احنا مرا رسول الله احنا مرا حد اسمانا ويا ما لا هي يبقى حد معاه متافق والله متخمم يتافق قاعد شوية صحبة لا يتوفذهم اسم رسول الله عليه يكون يصلي يسلم رسول الله احنا مراه حد اسمه اسمه نويه
رسول الله حنا مراه حد اسمانا وجه ما لا هي بقى حد معاه متافق والله متخمم يتافق قاع بشويه ليه صعب لا يتوفى اسمي رسول الله عليه يكون يصلي ويسلم النبي ايش شي تقدر تقولوا لي يستاهل عليك صلى الله عليه وسلم حق بيدي شو اخر قاع ما فهم له مرصه ما فهم له مرصه قضى الله للعلياء من تتجسدا فقال لها كوني فكانت محمدة ها ترجمت البيت زرقت قاع بها تركب واحدة من نسخ شاعر التوحيد الله الدرجة شابلها الله الدرجة شابلها قال لها عنها تجسد ومنين خلقت قال لها كوني فكانت محمد الله الدرجة جابلها قال لها عنها تجسد ومنين خلقت قال لها كوني فكانت محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سلم كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم النص اللي في المدح هي يقول هو البت الكبير ايوه ذاك هو ذاك بلو يقول قالوا عن حاتم الطائم ضياف كان وعمان بن زايده كان حسان للناس كيف ذاك هريم بن السنان كان زاد هو في الجود بالليل غايه ايوه غايه وسمعنا من اللي عن كان سليمان وللشيخ سديا جواد وهايه وعنه كان يعطي من القمح لطنان والوتات المكركبات النقايه اسكي يا بوي وكان يحضيه هو ولا الامان ومالك بن انس من اهل القرايه وكان نافع وحفص من اهل القران وكان سيبويه في النحو والروايه الله الله وكان الجنيدي في الطريقه صاحب اتقان وكان ابن المقلتين كتاب بالدواية وكان زاد فصيح في الخطاب سحبان وابن ودهم كان زاهد في ذي الدناية وكانت حلامي ودنيا العقلان وكان ربع عزة في العزة غاية ونهاية وإذا من شي زين كان متفاوت في الزمان بين الفتيان أهل الدراية وكنا ميتين فقبل النوع من الفتيان وماسين وما أتلف أولاد الزواية وتميت نهار قاعد بين شمن القمان النقاية لين قال حد فم حذاية عن العلامة لا مجمع البيبان الدين والمعروف والخير والضفايا وجيته وطبقت والله سبحان المنان خالق الخلق الماء والساه السوايب سكيب ولا والساه السوايب يقول معلم من حاتم ومعن فيتان مد ذات والقيمة له الغواية وعلى شان حتى من هريم والشان الله فبل منين داروا مولاي ومعلم ومعلم من فلان وشعر من حسان وشفته وسفته من وسفته من جمال وبلا وطايا في الفقه في القرآن ومن القمان افصح ونحوه ورافد للجود راية وخباري في القال الرحيم الرحمن من كل منشوط سروال من ذوك أهل الحالة ويعطي الديار والوتات والمرحان اللي بالإيبال والأبقار والأغنام ملاية ويعطي الذات والقيمة والدرجة والمان ولا وجامع للناس الجباية والله زاد ما هم والشنان ولا هم والحسد لهذا الخير الضفاية ولا هم ذاك الخلق لعض ولا يبان والله زاد ما هو من الشيء النوايا وراجين له من عند الله التعمير أمين من رب طالب الله ما يخيب رجاي أمين يا رب يوجع ليه ياسر من الخير في الخير ويكثر له في ولداد من الخاير ويجعل له في بالكل عسير تيسير ماذا يا الله يبرك عليه من النحاية ومن الأشوار وماذا يستحق من تبربير والتزغريت والتصفاق الما هو شفاية والله يكفيه باس الحساد تصفاق الما هو شفاية ما هو شفاية والله يكفيه باس الحساد من الغير ومن الأقارب ويمليله الرواية من أصناف الخير ويشبدله من البير الماء يوكح وذل فيه ما عنده نهاية يلا دي مزيان صفتك يا ذلك مولاه اللي قايله مكتول على قوله في صدق التجربة مولاه صادق ويراعي في شي قدامه ما هو افتراضي ما هو افتراضي ولا هو ما هو فيرتيل راعي فيه حقيقي وملموس ومجبور ومشوف ومقبول ومنظفه ولا هو له مداخل على النفس حق. هذا الى عاد وكذلك تحطمت رقم قياسي في الروايه بيلي دارك اعذب الشعر يكتبه غير التهون بينت عندك المقوله الخاسره اعذب الشعر اصدقه خصوصا اللي قالوا المدح المدح لين عود ما هو صادق قطع يجي من القاون الاولين متعدلين حيقاط له واحد قال له فلان انا انظرك تشكرني قال له هنا اشكرك 100 من البن قال له وعرت علي قال له عندك عنك انت ما وعرت علي انا اشكرك انت وعر همك انت في انا وغير شفت تركه الناس الموثوقه والناس اوعر شكر الخالق الناس شكا عن اوعر شكره
الشكر حد مشكور. قاعد يجيب راسه. خليك. خليك. ما يقدر ينقال به الزين. وزيان هناك ما قلت الممدوح منه. واعتميت تقلعه بالماره. تقلعه بالماره قال على موت سيدي حي عنه هو ما يسمح. يا غير لا يتم يقلعه بالماره ذاك اللي تبع راسه وهو اللي هو اللي والمقصود حتى حضار كاملين عندنا قريب من عدو نعرفوه. به اللي به سريكيك الوزن فتبارك الله ما شاء الله. وبها وتيف الواتن اللي مع كردات فصل الحقيقه اللي ينموا عن التجربه الزينه الناضجه. ولا قد شفت حتى حكايته ما قد شفت عليهم حكايته منن ولا ابنه. شفت منن عنده خصوصيه مع البت الكبير يحكي لك حكايته المحضره. يسلم حكايه متفرسنا على الزاي وهاي خصوصيه هو كلها عنده خصوصيته. شفت حتى الشعر العربي ذن ملمح نختير دائما اللمح عليه. الشعر العربي كان في المحضره يقرا العروض باش مثلا لا يفهموك البسيط تعود انت تفهم البسيط عاد تقول البسيط دائما سرايت من حرامي ليلان الى حرومي كما سرى البدر في داجين من الظلام وبيت ترقى الى النيل تمنزله من قاب قوسين لم تدراك ولم تران. يفهموك الضربة مستفعل فاعل مستفعل فاعل إذا تعود أنت تقدر تقول البسيط ما ترقى عنه البسيط حتى مولي. حكاية المحضرة والناس العلم للبت الكبير يحكوه لك مرتل ومجود إذا تعود تشك عن المقرأ يمشي بيك شور مخارج الحروف إذا يفلو لك كل مستفعله والمستفعله ما هي الراو ولا هي ولا هي القافيه. القافيه هي المتحرك الذي يليه ساكن يديه قبله. القافيه ما هي الراوي هي شيء اخر. والضرب ما هو العجوز كما تعرف نفس الشيء المستفعله به اللي بالبت بحر ينعد مركب ما هو كي البحر اللي ما هو مركب. البحر المركب نقولوها نحن لاش نقولوها فعول مفاعيل فعول مفاعيل والله فاعلات مستفعل فاعلات بينما البحر الانسيابي كي فعول 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 والله مستفعل مستفعل والله مستفعل والله أرجز لنا يا صاحبي أرجوزة مستفعل فاعل فاعل والله دارك دمي بلما ثغر في مبسمه طعم الجوهر فاعل 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 إنا أعطيناك الكوثر. ترى الحكاية اللي حكيت بها الكرزة ولا الصبة عاد حد من خلالها قد تعود له درس يقد يقول ذا ما عرف قاع هو انه قايل البت الكبير. نفس الشيء الحكاية اللي حكى يسلم على الزاي مولاها لين يضبط ضربته على الزاي فاقو اللي داقهم هاريزو يقد يتم يقول علم ينوالو ويمشي على مولته على نفس الضربه وعلى نفس الموله يقولوا. وهذا هو اللي مقصود به مذبوح عليه تافوكيت الحكايه. هو المذبوح عليه تافوكيت الحكايه عنه يعود المتلقي السامع يقد يمشي على منوالك يقد يقول الغنى بالسجيه وبالفطره ما عينه قاع بيقطع. باللي التقطيع هو التنقيط اكبر عيوب اكبر عيوب التشعر اللي عند الشعاري اللي هما البوسوير واحد عود شعرور انه تري يكتب له العروض تري يقطع بيت والله تري يقول لك هذا من اللي بتيت التام به ليث من المتحركين فاهم يقعد عدد من المتحركين ولا يبتيت التام يقعد عدد من المتحركين وما يتلبت الكبير يقعد عدد من المتحركين وبت ثمانيه قاع بت ثمانيه لو عرم البت الكبير هو عرم وما يتلبت الكبير بت ثمانيه معناها انا هاي الحكايه الهدف منها هو قولان الشعر على السريقه والسجيه عود لا يقول ولا يقول ما بالتنقيط. التنقيط حتى عن يقول لك واحد من الشعراء ولست بنقاط. النقاط ذاك الشاعر والله المغني اللي تلا يحسب والله تلا خلاص التفعيله الى ان يعرف كان موزونه والله ما هي والله ما هي موزونه. بين الخباط الحقيقي ما عينه في جمل ولا عينه في ميري الا لا يدير شعل القطوعه وتو يحكم فيه تو اخبار وياكل والله عند من ينزل عرقه بالمدفع تو
ذيك الرواية به اللي هو ما عينه في رواية تميز الرواية وخبيطه الرواية فيها الدم ورواية جماد واحد عنده كيف نفس الشيء مولي المغني الحقيقي لبتوت الحرش ولبتوت المرس لبتوت بتوتي كاملين قال مد ورانا مقدمين له تحية كبيرة وصل وخير الشريف مد والنبي طالب الأديب الكبير اللوذاعي اللي متواضع بل التواضع مد مدرسة 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 لبتوت بتوتي كاملين ولا فيه متخافض فيه جناح كبرياء وتريقه بالفرسان هنا ما قد يكون قدم لكم تحية كبيرة وهذا والله ما يبتل مني وأنا بان من نفسي لقوتني وجود شباب يحثوا على القيم ويحثوا على النبل ويحثوا على الأخلاق ويحثوا على التصوف ويشجعوا المكارم الأخلاق بمدحهم ويبتعدوا عن الرذيلة ويبتعدوا عن الكنوس في مكان سرية ويوحلوا في معالي الأمور من فتوة ومن مروءة ومن حب الجمال ومن عشق المعاني السامية والجواهر اللي ما هي مبتورة من التراث ولا هي قارعتنا من جذورنا وواقفة في وجه عاديات الزمن الأستاذ يسلم والمبارك فال تحية كبيرة وشرفنا باكتشافه واكتشاف موهبتك الخلاقة وعبقريتك الجميلة شكرا جزيلا شكرا جزيلا عبد الله والبابا الناس الكبار اللي سمعنا غنى الناس الكبار وقيم الناس الكبار ومعاني الناس الكبار تحية كبيرة للمصورين اللي أبنوا معنا بلاء حسنا وتحية كبيرة لأهل التسجيل والمهندسة الصوت مريمة محمد خونة والمخرجتنا المميزة جميلة من الطلبة والأصحاب الإضاءة والأصحاب التسجيل وأصحاب نودال وأصحاب مونتاج وأصحاب سكريبت وكل من أسهب من قريب وبعيد في إنشاء هذه الحلقة المميزة بإذن الله تعالى بوجود هذه التجربتين المميزتين وبهذا الغنى من مختلف بتوت الغنى بتوت العتنة الحقيقية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.